Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa alhamdulillah ala kulli hal Wa kitab gani al-fiqh al-manhaji Wa aynu ku jirnay salatu al-istisqa salati rabdanta قالن والنبي رحمه الله وحي لذين ويصن للخطيب وحلصنا يا رفق خطيبك ها يا خطبة أخرين يا يكثر من الاستغفار والدعاء والتوبة والتضرع إنه بذي إلهي دم من دابدون قيسو إلهي يم بذك دم من دابدونه هي دعاء هي توبة هي تضرع يسر لجدة وأن يتوصلوا بأهل الصلاح والتقوى إلهي كتوصلان إلهي كدوادان وإلهي كبريان دعاء ددك وراك يعب صدا وصاحب كاه أهل كوا روى البخاري وحوريني عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وحا إذا قحطوا مركة على الصدان استسقى وحا وكون روب دوني بالعباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب دعا ذيسا يا إلهي إنهم بريو أيوك الرب دوني فقال وعيني اللهم يا الله إنا كنا نتوسل إليك بنبينا إلهي وحن كو توسل شرانك وقنا وانشرنا النبي جيجا معنى دعا النبي جيجا سادة عديدة كرباء عدين إيصو فتسقينا وادنا ولا من جرتين وإنا نتوسل إليك هذا وحن لا يوكو توصلنا بعم نبينا نبي يا أذيرك سيفا أسقنا نورابي معنى الدعاء أذيرك نبي صلى الله عليه وسلم أيام كو توصلنا يا نورابي قالوا عرف فيسقون مركا ولا ورابين ييو إلهي وربك السدا وقصوا الدين يي وعن صوت الماني توصلك مشروعا يا علماء يسقوا فغسيهين إنه دور يهين مدوية لا توصل بأسماء الله وصفاته إلهي إن لقو توصله الله قد وعضاء الله قبريه مقعيشي سئي سفوين كيس يتلمامه سقيمه عليه وإلهي لقو بريه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي بقراجي سيني وحوصه هذا إلهي مقعيانه ونكسانه كبريه حديث صحيح عين كما مرينا حسوسك عين كسو مرينا دعوينك وحا كميدها وحا أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى يوحا كبر يا يوان كويدي سنة يا إنا قلبي يا قرآن يعني قوي قلبي يا أتكديتو أمورك إنا يا كديتو وعن كبوة دي سريا مغعك الصعود نفضا هذا كم مغع عوضي أما الكتاب يكسو دجتي أما عد خلقها كم دبرتي أما في علم الغيب عندك إلهي واتكول أقار نغطي وعن كلاك من التوصل كمشروع أهيب أناني إلهي لو قد توصل أعماشا وناكسا إيا الرومين تقفق أروين يا إلهي حديث يسأل صحيح عوين ويسأل حسمي وقصه مريني وحيسأل تلمامي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلهي وحن كبو ويدي سنيا وأن كبو بريا إنا أنيقو أحيم دقيريا اللحق لقو عابدا أذيقا موية إنا نجرين إنا تأيك كليا إنا تأيك سمدك إيه الربود اللي رسو قسيو إيه عن دلين إيه عن لدلين إيه عن عدل ميدي أريتشرين قردة عن قرية إيه إيمانك إيه رمين تا عن رمي صنحي إيه إله يوكبو ويدي سريا يوكبو بريا وإيمانك أيو مركا قفقو كبريا وكي عديدكو تلمام إيه إله يوحد كو ويدي ستي ونكي سعابك هاكو يلي مجا عيلا هي وين اي هدي لغوي دي سراو سي هدي لغو بريره و اجيبو وحا كميدا عمل وراغسن او صالحا او اد سميسن ادلهي كبري خرتو
سيد حديثي صحيح ها إنه تلمامي يصدح ذي قف إعدادك إنك هو رأيه كم إذا إعدادك هو إذا إعدادك إنك هو إنه كو إذا وكوي إذي كفا إذي ما إيو أعدادك إذي كفا إذي ما إيو إلا إله إنا كبر إذان أولو عمل ونأكسن وإله إدرتي آدولت من موياني مدواك بر الوالدين يسافلك والدك كبر إيه هذا ترى إلى هيك يفيدي كي كنا نواك عفا يده ورسالة مركا معصية يحمان وكذا ورسالة حلة ولي بصورة قلوا هاي وهكي كبر يسا قيبة يفيدنتي كي كنا نأمانة دي إلى لندي حقوق دي داد كي وشقين أيي يسوي رواكي كبر يا إلى هاي ساكي ودفيدي وحكم منها إن إلهي يعني إن إلهي إلا كبر يا الله وحلا يغدونه نبي صلى الله عليه وسلم انت والنولا اما قف قصه كرو ورايسن با ان يعني دعائي صلى الى الهي نوبري وانا ارن متواتره صحابه كسغناتي او وحا كميده حديث غير ايا مركا كميده او مركي النبي صلى الله عليه وسلم نولا اسغا لو يمني او لوريه مركاس الهي نوبري عباس با مركا مركي دمره لو يمني oo loodaray markaa isagana ilaahay noobari loodaray waya nabiga sallallahu alayhi wasallam inta loo yimaad inta meelaha qof uu isaga uu nabi maxamed baa kugu bariyay jaahiisa iyo xurmadiisa iyo qadarkiisa ma oran jirin de waa loo imanayo sidii ninkii saxaabiga ahaaye reer baadiyaha ahaaye xilliisa oo khudbad akhriyay uu yimi waakin ya rasuulay halakat al-amwal wanqat wanqata'at as-subul تصوح رواها لك سمين وجدتك واقوين برد ردد فتح الله يغيثنا إلهي نوبري هنوغر قاري انتو بناني ساقيا مدوك الشريعي موران النبي محمد حرمدي سين كبرينا النبي محمد جاي سين كبرينا الساقيا أيهوي ما ديري سوهر ساقين أولي إلهي نوبري وي بديه مركا قبر أكسن إن لقبرية مركاس أو نول يعني دعائي سيدنا كبر يا يدنا واي بدنتا سي حديثك وتلمامي ابو داوود ابن ماجه الترمذي اي ورينا يعني عمر خدابا و هو لا يحيى النبي عمره ويديسته مركاس و ايدمي مركاس و لا تسري و خي من دعائك دعاء هذه يبريد هذا نغا الى ويله مركا دول خا بركيسنا تغتو يعني الهي نو صبر يا نغارا يا و خي اشدنا في دعائك ولا تنسانا دعاء هذا نوداجي و هن الى ويله تاسره waxa weeye marka qofka wanaagsan ee saaliha in ducadiisa ilaahay markaas lagu bariyo la ilaahdo ilaahay noo soo bari taasira mid sugan weeye hadith ba jira isagana tirmidi iyo ibn majah ayay warinayaan oo sanadkiisu saxiix yahay nin indara ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimi markaas wuxuu u dhulaha yuafiyani ii bari ilaahay inuu yuafiyo markaas wuxuu yiri hadaa doonto waan ku bari hadaa doontana waad sabri oo waliba kaasa khayr ku leh fadcu ilaahay in bari buu ya rasuulallah dibeetay nabigu wuxuu faray inuu weysayso inuu weysayso walaas inuu ducadan dibeetay ku ducayso allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammad nabiy arrahma ilaahay waxaan ku weydiisan oo waxaan kuugu soo jeesanaya xagaaga نبي محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقديري اللهم شفيعه فيا دعاء سمركا وحيا حيث حديث غير وقم وقرية إساق اللفدي سو يعني تواصل مركا نبي ذاتي ذي سيجاهي سوونك تواصل أيام ما يأهين سيا حديث غير كم وقتين لغنا ننصر أيام وحوا يا مركا روا وهيمي وحو يلي إلهي إبرين ويعافيه نبي صلى الله عليه وسلم وحو بلنغا ذي إنو إلهي إبرية حدو دونا لكن وحو تلماني arin marka ka fiicano inuu sabraa waxa kale oo ninkan indhaali waliba ku adkaysay inuu ilaahay u bariyo oo ma ilaahay bari buu yiri marka uu leeyahay allahumma shafi'u fiyya ilaahay uu iga erga aqbal yani nabigu ergu ii yahay oo ilaahay ilaahay wii ka bariyay ergu ii yahay ilaahay ergadiisa ii aqbal ayuu leeyahay marka waa tawassul oo ducadiisa ku dawasulay allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka بنبيك بدعاء نبيك محمد النبي الرحمة إياك نجدها دعاء يسي بريد يسا إيه أرجو إيه حيو إلهي إبو إبو إيه يا مركع
إبري هدي والله يرى هذا ده أساس عمرك هذا تدي النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يقطع وصلنا ما عمرك هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجر أي نقول يسوع ده كلام مركز آني لو ذاين وأنا في حياته ده نرشيسي أي أخي كسر وجود رابع يصلي وعلى صلي يخرج معهم إن يدتك ساران مركي ورب حيان إلى المصلى إلى ساران معودة أيها سماء الأولاد الصغار عروتا يريم وشيوخا هي أضياشا والبهائمة شو ذاتي وويلة والبهائمة يما يرانك لأن المصيبة مصيبة أنا يبعتضا التي تاسو يخرجون من أجلها درت هذا يصاب حياني تعمهم جميع النباوي ودقاريسا وضدك إيا حوله ضدك كوية وإذا يكوية ريولي وكوة وسين نقولوي ولا ينبغي مهبنا يمنع أهل الذمة من حضورها حتى ضدك قال هذا قمر كي عشرت أنك قادنا إنا ندق إلا دينا دا وإذا كان غير قادنا إنا لا الدين ما يلاكي وحدا ما يلقى رأيا لتشوتين بعد الأدعية الواردة والاستسقاء ودعوينك قصار وري ربضان تقار خود اللهم اجعلها وحقف قرية إلهي وحد كيشا سقيا رحمة وراب نحريسة إلهي وخير ولا تجعلها سقيا عذاب وراب عذاب وعذاب نهون وغضي إلهي وكيير ولا معقل مدوح احترام ولا بلائن مد بلايا ولا هدم مدوح دمية ولا غرق مدوح غرقية إلهي وكيير أيها الرابي يمرك الرب كبدا أيوه اللهم على الضرابي إلهي وحد يشا بورها أمام بورها يريريل ولا كام يميرها تاققا ومنابت الشجر ليرتو ميرها يكبح هذا وبطول الأودية يتوقع ميرها مركا على له هذا يمركا نحدو ذا اللهم حوالينا إله ريرا يغير ولا علينا كركي هيل دعاء غيبتا اللهم على الذراب ولا كام ومنابت الشجر وبطول الأودية اللهم حوالينا ولا علينا وحل قد عيسانا إياه مرك الروم ودأي وفربطه أي إلهي تعالى مبري إياه والله يا إلهي أبوره يرير يتاقق يمرها توقع إلهي ويال إلهي يعني حريرها يغير كرك يغير أي الله يا أمد لقره بدون يمه تريواتي الروم كمرك وفربطه أدمتي صلق عبسة إلهي لقبري إياه وانا تيسو مريد وانا جدي احنا نقولين هرقاك احنا قويها إلهي وحريرها نقمر أي إلهي اللهم اسقنا غيثا إلهي وحدنا ورا بسراب أي رؤية مغيثا وقرقار ونبتا نقصارا هنيئا رب خاصو أمقصان لحين أولا أكسن مريئا أنه رب خاصو مد عربتي صلى الله عليه وسلم في عنا مريعا كاسو ريعي الداغ صو صار إلهي ونوغيين صحا كاسو شبه غدا عاما كاسو عاما ونوك وذقانا غدا كاسو نبعي ووين وفربضا طبقا كاسو نوك وضبورا مجللا كاسو وذهرية يعني هو إرهيس كوذنو دائما كاسو إلى يوم الدين إلى دمارين قيامها إنت حد حاجة إنت هيتهي تشوقه يعني استراحة هي إلى قيامها هذيل هذي هلاك من قرية إلى أنت دقي ولا قري هذا حاجة ذي ذي أنت يتحي من مركز شوق إلهي ونغير الله مسقنا لغيث إله ربنا ورب ولا تجعلنا من الغالطين وقصيها النجير اللهم إنا بالعباد لنا الضمدي والبلاد نلك من الجاد اللي بتو الجوع يقعد تو الضنك يعليني ما شيء يكسوه لا نشكو إلا إليك أذي ما يعدك لا نقع الشكوى لنا أريشين اللهم أنبت لنا الزرع إله وزرع النوصوصا وأدر لنا الضرع عند إله يوم نوضرني وأنزل علينا من بركات السماء سماء بركوي كذي روم كذا إله نوصو دي وأنبت لنا من بركات الأرض نلك بركوي كسر إله نوصو بقل يوم نوصوصا واكشف عنا إله واحد نفيدا من البلاء بلد حق ما لا يكشفه غيره واحد نفيدا إن أذيع إذا نحين اللهم إنا نستغفرك إلهي ودمنا بانك ويديسينا معينا إنك هذو كنت واحد غفار من دمنا بضرين فأرسل السماء علينا سواء كرخ يقع قصو در من دلالة نحارة يتمر خاميس شمده يضرر كهدو وبديه حي الضرب وجمع الضرب وهو الجبل الصغير وحوه وابورته الأول رابية الصغيرة أما تاق مركز يرأي الله إلى هذا
الأحكام جمع أكم وهي تراب المجتمع ووحوية مركة عيدة الرطيب أو الهضبة الضخمة أما وحوية مركة كوس كوين أيال إلى هذا غيثا ومطرا وروب مغيثا منغذا من الشدة نوغر قارو لمتا نقصار أيال لقوضا هنيا أي طيبا لا ينقصه شيء وامد مركة ونقصنه أن واحد مقسامي يأكلين وواحد بيعوان لحين مركاب مريئا محمود العاقبة عربتي صلى الله عليه منميا منميا مركا نمائي مركا زيادة مركا كينوه وحصوه سارة مريعا مخصبا فيه كاسو مركا خصم يبروا غي دار ليه فيها يعني مخصبا فيه الريع دار مركا وهو زيادة ومركا ديراد يهي ومركا تيلي يهي صحا شديد الوقع على الأرض كاسو بعيدة ودولها خدعيا أي مركا درنتهاي غدرا كثيرا كاسو فربضا طبقا أي مستوعبا كاسو ودقاره لنواحي الأرض دولك لنعيه مجللا كاسو هيريه يجلل الأرض ويعمها دولك ودهيريه ودقاره دائما مستمر نفعه نفع جيسو دائمه إن أنت هاي الحاجة إليه أنت باهيد الله وقبع دمانا يسوم القانطين الأيسير هو قوصي بتأخير المطر الجد والمشقة الضنكرة الضيق والشدة وعرين جاي دبتا الدروة من الإدرار وهو الإكثار وابضين الضرع وضرعة الشاة أي نزال لمرها قبل النتاج عليها النهار ضرري ويانو انت هنالين إن عانو مركا يسوسو التاقين أي قبل وضعها حملها قبل وضعها حملها رواه البخاري ومسلم وابو داود والشافعي اللهم ايوك وريه وغيرهم ايا دعوين كوريه احكام الجنائز وجنائزين كاحكام توذي ان داوحوا انو غصوا هضلي نفقين نولا سيدو طهارا قادر ايي سيدو تكر ايي ايو انو غصوا هضلي هل قلنا قفقي مركو بنتو وحي حالتي سنقر رئيسي يوحي واجب ايي ايي زكادة كهر علماء ايكا قهد لين وحي مركا كيره الرئيسي وحي قفقا لوغا باهي هاي نباشادة كهر ايي مركا لغو صاحادر وحي لوغا باهي هاي ايي مركا ودنتا وحي مركا لغو سمين ايي تذكر الموت وحسو سشادة جيريدة علموا عقاتو انه يصن وحا الله صنع ايام ونحسن لكل إنسان قف قصة أن يكثر إنه بديا من ذكر الموت موت كحسدي سيا حسوسي سينه بدصده أي الله سنيا أقار والبا وحسوسنا ذينه بمن أيوه وقبره يئيل خيرا لقلين أيوه ولحديث أكثر بديا من ذكر هذه من لذات معيالك كي قوين أيوه حسكي سيا حسوسي سبدصده أي الذي يقطعها بسرعة وهو الموت وكوحي مع معانك هاتشرية سدك دقو تشرية أذيو هادو يدي معان سرية مين ولا أكسر يكون مريصو أيوم بو شك مرقو ركسين أيا حلو عيسو كادو بنع سنابه هل كان مركا اسكو تاقية رواه ابن حبان وغيره باوري وانا حديث صحيحة وأن يستعد وحلى سنيين ودي أرقروا الله قيردا بتوبة توبة كان والاستقامة مع الله تعالى يتوصنا الإلهي لشركي سوى التوصنا هذا أو إلهي وحيو فريوك التوصنا هذا سواء كان شابا قفدا يراه هيا أو كهرا مركا قرمدولاء هيا أو شيخا مسلم من أضي مركا داء هيا متكو الضارب هو اللي وقبه هيا هدو اللي يريه هدو ملحاد هيا هدو ريق وبيه مدوى البين مركا توبتك وتوصنا هذا موتك يدي بشرة ديار وحاضو أي اللو قبه هيا وسواء كان صحيحنا هيا مدفيو أو مريضا مدحن وسنيا هيا فإن الأجال مدد قفك إيا حلقا مركا ومولانا أيو إيا حلقا مركا نبدا لقاقاد أيو محجوز وحا أي كوح جزندي كوح لندي كوح بسندي في غيب الله تعالى إلهي وحي لها قيم كهيسن وقيا هي أي كتيرتا قور أدمان دونتا إيا قور أي نقن دونتا إلهي يباقوا وقيم وحلق وقيا هي مكتيرتو وليس الموت قيردنا معها أقرب مدو قدو
إلى شيخ الكبير أديج وين من الشاب الصغير كده اللي يرضعها جيرد معها أديج وين مدو قده لكذا اللي يرضعها هي كمان وليس أقرب إلى المريض من الصحيح ما هجيرد مدو قده كحنوصر هي كعافمات كقضاء فرب شاب بدنا من اللي يرى قف اللي يرى رجل دبربا أو اختطفه الموت موت كي وضفي وقيري وذي والحلوة سوى غارب ويعني كوها فيها وكوغر غويها وكوها حجره في أحلام شبابه اللي يرني مديسة أحلام تديد الدينة ديدي سوى مركا كشحيا أو وحبرشو يقور يضاف ينتاسو بلان يقرس مركا سيوقو أيهين بضانا مركا ميدو قيريوني حق الكلام الله ترى قرسي حق الكلام النقضي ورب شيخ مسن بدنا أريج روبي أدو امتدد به الحياة نرشي أيوفك سنتي والحال هو يترقب الموت إسوه قيردي بورمي بين يوم وآخر مارين إيا مارين كاري إسوه لما أنت أدمان يوي قد في ميسي يكدم مدى في ميسي إمي ساعي أي مركة نرشي أيوسف دينا دواء عقل عيورة يرقيساها أيها إسكيك روبي ومركسا إسكيح لنرغو يشيو دبيتنا عقل ودي يوحي نبو كوريتشي ودري كيبا دبيتنا كاردين تاي دبيتنا قيري دي مركي لجويب الورمان كان هار هيركا تكي تكتباني يجي تكيب لنك وحي نبو كوريتشي يا الله هار هيركا تكي تكتب أيها دراني يجي تكيب فإذا نزل المرض حنونك مركو كسودك بالإنسان قفقا كان وحا يتذكر الموت قيري حسوس الشديد له أكد isaga midu adag way mar hadu xumba ku soo dago inuu xasuustaada geerida isaga waa u sii adagtay wa akhdhu al-asbab asbabti wa akhdhu al-isti'dadi isti'dadi yadi yar garo qaada shadiina law isaga alzama mid markaa u sii laazimsan wa ahma u sii muhiimsan way inay nadiir yadi yani digid baa kugu sugan oo qof gadeen marna waa la soo yar qabtaa waa dignin marna deen fajaa ayaa loo qabtaa marka qofka mar hadduu wax inuu ku yimaado inuu mowtka xasuusaado iyo inuu dhimanayo diyaar garooba isaga waa u sii adag tahay inuu isticdaad iyo diyaar garow sameeyaa isaga waa u sii laazimsan doow u sii adag tahay ma yutlabu fi'luhu bil muslimi ihtidarihi waxa ay la doonayo in lagu sameeyo qofka muslimka marka lagu soo haadiro ee gelidu ay ku soo haadirto ar ihtidaru اعتذار يصح حاضرين ده وحال لجودا هو ظهور دلائل الموت على المريض وأين يكم وضان وحيالي جريدة تسري قفر من وصلية وبدء سكرات يا سكرات في أب الأم أي نزع الروح من جسده روح ذي أو لجس يعني أي بلا من تك سيبي الروح تشري سلا جس سيبي مركا وحال لجوس سبعيني واحد فإذا وصل المريض قفي حنوسلة مركو قالوا إلى درجة الاحتضار درجة اللقصة حاضري درايشة وحيري قرية تسيري سكرات كأي بلامان نديب لأهلي وحلصنا يضجعوه على جنبه الأيمن إذا عمليك الله تشيفيه متوجه بوجه إلى القبلة ولما يسوي وجه أنا حق أي قبلة ذو وجه ديني فإن صعوبة ذلك هدو خاسي أتكاظه إن دين عمليك انت الله بيوه دويتر حقا لو جهدي حداي ادكاتو او ميشي بابا عيدينيا او سا لو ما دغي كرايو اما دينا عيسي ميدج بابا مثلا بي اي نبر ري و خو يالانو دي عيبان لو دغي كراينين ارجعوا وحوجي فيني على قفا وقلاتك اي وجيفن وجعلوا وجه وجهي سنه وحي كيليان مرفوعا مثل كوريا لقليلا نير بعيد سو يوجه الى القبل لو جهدين يعني بركوية الله صلى الله عليه وسلم وشيسي والله صلى الله عليه وسلم مدحيسي سي مركا مدحيسي وشيسي وقبل الله صلى الله عليه وكذا موسى ورئيس مقابلين كيسانا اللغانا أيضنا وهما خمسان هو أسول الرجلين وهما أسول الرجلين وقال ماذا اللغود يعني هوستو دي يصنع توجيه ما وحى الله سنة إلا وشيدي إلى القبلة حق قبلة إن لو تشاهديو أيها الله سنة أيها أقول له الله رئيس مقابل إيه وشيها صلى الله صور راري مدحة أيها قبلة لو تشاهدين أيها تاسوا قدر هكوبات إتلا يصنع أن ينقر الشهادة
waxa la sunnayaa in loo laqimo shahaadada وهي كلمة لا إله إلا الله بشكل قاب رفيق دبعسن وبدون إلحاح إيا أيضا لقوع العلمين وذلك بأن يردد وإن لقوع العلي على سمعه مقل كيسة كلمة لا إله إلا الله أي لقوع العلم دون أن يمره بقولها أيضا مكالمة بها أيضا لوردين ويقف ويرحل وصل يا وسيان مرك أمرك أيها وقحنا غين بين أهدان فقهادو إن مركا سد بعسن أكتيس مركا الله يلا هذا سوى حصصو يلا هذا أيه ولا يسبيه إيه سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أي خسر أنت هاي إنه يلي وحنا مركا أدري لا رد على خبر المسلم دي حديث المسلم يا تلمام يلقن موتاكم لا إله إلا الله طفقين الدمار هي وحا ألقنتان لا إله إلا الله سورة الله waxaan markaa loogu laqinayaa si xadiidiga Abu Daawud iyo Tirmidhi ay sheegayaan sanadkiisu waa sax yahay man kana aakhiru kalaamihi la ilaaha illallah dakhala aljanna qofka uu yahay hadalkiisa ugu dambeeya ee nafta ay kaga baxdo la ilaaha illallah jannada ayuu galayaa qofka ilaahay waafajirayaana waa qofka deynta adduunyada joogo ee diinta ku toosan ee waliba dhikriga badsada لا إله إلا الله وأفضل الذكر ذي يوم فض بدنوي قفقي مركب سري أمرنا العرب كريم سألوا كقوي إن كلمة التوحيد قاري كقال الله إن مرنا العرب كيسة إلهي وهو فشري قف ولبوح مركا إن بد صلاة يوم بارك لي من إياه من شب على شيء شاب عليه قف قهدوا هو روح صبوا بد صلاة وإحنا صلينا ذيها يعني مسايا جوي مغرب ورد بدنا مثال كيف حشرين أيوم بهوان بعي مركي دم بدنا بيتنا وكم وقري مركي أنا جوري يوم يروح جيني سيدي وفرتي ولا هاي وتسميح دي ذي في جو ذي أي نفتك قبل حلا نين هذا هو حبري هذا اللي سوري جي يسجنا نين وين هاي عربا هاي ويسوى آدم يوم كم آدم هي وآدم كي كل فرية نين مركي أقول يا نيو هس تشري كم نذان واحد عصا يسوى حن وصنا ayaa la yiloo dhaqtar ku jira maxaad sabaysaa markaas uu hees heesaa ayay kamid baa isku maaweeliyay buuri markaas uu bal qaas haddii markaas uu markaa wax mar ay ka tabaasi yani taas ayuu markaa qof ku dhimanaya ilaahay mar ay kelimada tooxid soo yeeno ugu dilo waa inaynu ilaahay xuskiisa iyo kelimada tooxid markaa ku wardinteeda waa inaynu badsanaa talaata yusanu waxa la sunayaa an yuqra inda suratu yasin suratu yasin ay tiisay in lagu akhriyo ولحديث اقرأوا على موتاكم كوين الدمانية معنى كوين الدمانية بالفعل ما كوين الدمانية ياسين كو آخر يرواه أبو داود بن حبان باوري وسعد بن حبان وسعيه لكن حديثه وضعيف والمقصود بموتاكم من قد حضره الموت وعدة قيردة يكسى حضرت أيان لقوضا وهل كان إنه مركا قرانة كائن ندحنه إلا هو أخرى أيها ونأكسب إلى ذن علمه لكن هذه أن لقوا أخرين إنه يمر يقول قرآن لا أمود انتبين أنه نحن أيها وحوى إياد يقول مركا حرس قد انتبين أخرى أيها المركا ونقامة أربعة وقال أفراد وحوى إياد يصنوا للمريض وحوى الله سنة يقول يحرسن الذي كاسر شعر دريمي بنذير الموت موت كديس معنى النذير هو الموت بنذير الموت إضافة بيانية بنذير هو ديجي جاري قف قدر يا بيب وسكراتي هي سكرات كيسة أن يحسن ظنه بالله تعالى ما لها وياه كم لا يسنى إنه ولا يجسته وأن يلقى إنه طورة صور آثامه دميال كيسة سورين كودي ومعاسيه يا معاسيس وراء ظهره إنه حق الدمك طورة حلقة وحي دمي يا معاسيه ولها إياه ولا يسنى متصورا نسغو سوريسريا انه يقبل انه قابل سيهي على رب كريم رب ضيقبلا يغفر له الذنوب كلها ودمياش ضروا ضافيا ما دام محافظا على ايمانه وتوحيده له ما دام او مركا حفظ سيهي الهي رمينتيس يكليال يسرعد كل مارين وين واحد اللي ياريا وحي معسيه الدم وقري امكانو حصلنا حق الضمه وكتوره
وإنه مركا قلبي قليا وصوريسا إنه قابل سيحي لكل ميوه ربي ديق بدن أودن بيضا أودن ودافيا إنه ظنقا يمرها كل انتا إيا لدوني. وأن الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي أنا أدوك يقول يقام ليسو أيما أنا هاي حلقا حلقا مركا وقلب إياه ما يعني رجها يغلب إياه عنده سنو ليحي وعلى الغف بواين بين الخوف والرجاء كتيرا وعبسي إلهي وكعبسر أيو يرجو مركا خير كيس رجين أيو وإن إسان لبضى بالي شمرتا أما لبضى بالي ديارده يسميين ساسوك لواين عبسي يعني وعلان كاتوجسا يعني رجو مركا وحي وانا إسان مركا حقيسا يعني كوه قامية وإن غفو لحيه رواه البخاري ومسلم حديث